وسام عرفتي شنو وقع؟ نعم. شريف الدولي شن؟ شن في 170,000 أبوني. مية تنقات الإسلام؟ هذا محمد هذا صب مو؟ بلاتي نجيب الماء؟ شمكان تنقص دارة زن 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 زن. اوكي الرأي ديالي هو ان ادم حمريطة واحد راس طارو اللي ما خصش سب مو صراحة. ولكن الدراري كاين واحد الحاجة سميتها الريج. الدراري انك تستريمي في شي جيم وتبيه لوجهك وداكشي كلشي لايف راه خاص راه بزاف ديال الواحد بزاف ديال الدراري اللي ما عندهمش البولز باش يديروها. علاش؟ لقاش كاين واحد الحاجه سميتها الريج. فاش كتكون في شي جيم كتخسر يعني اي واحد ممكن يكون قدامك لا سوا امك لا سوا باك يعني اي واحد ممكن تعايره ممكن دير اي حاجه. انا براسي هرس شحال من حاجه شحال من حاجه عزيزه عليا بسبب الريج. هاد الريج ولا لو غاج كيف ما كيسميوه الفرنساويه هي حاجه طبيعيه عند الجيمرز. يعني انت الا كنتي كتصايب شي حاجه لا عطاك كارطات وشحال وانت مضارب باش تصايب شي لعبه وفي الاخر يجي البرد ويدفع ما غاديش تصرفق مو داك البرد. لا انا ما كنقولش بلي راه مزيان انه عاير مو ولا شي حاجه. بالعكس راه ما خصوش الواحد يعاير مو. هادشي اللي قالوا بزاف ديال الدراري يعني بنادم داخل تفلسف واحد تخيلوا معايا واحد كيبغي يراج وكيعاير الله حتى هو كيعاير الله وفي الاخر يجي يبدا يقول اه لا ما خصوش يسب مو اه لا. يعني هادي مذكوره في الاسلام يعني انك الا كنتي في لحظه غضب ممكن تقول اي حاجه وداك الشيء الله رفع القلم على داك اللي كيكون في حاله غضب لحقاش ممكن يعاير اي حاجه يعاير يسب الدين يسب الله يسب مو يسب والديه. يعني في لحظه غضب ما كتعرفش راسك شنو كتقول. يعني انا عمري ما درتها الحمد لله ولكن كنشوف دراري اخرين كيديروها ولكن كيندموا من بعد ما المهم كيمشيو يتسامحوا مع والديهم وتما الدراري يقدر يكون هو مشى يتسامح مع والديه ما عارفش. انا ما تقولوش لي كنجي منه ولا شي لعبه لحقاش انا عارف باللي بعد مرات كتوقع لبنادم هذه انك تراجي وخصوصا الا كان في ستريم. يعني ستريمرز اللي كتخرج عليهم الفضائح بزاف. علاش؟ لحقاش كيكونوا في وسط ستريم وفي وسط جيم يعني ممكن يخسر ديك الجيم تجي واحد لحظه غضب يدير اي حاجه اللي ما خصوش يديرها نورمالمون. الصراحه انا ما كنتش باغي ندير هذا الفيديو ولكن شفت بزاف شفت الاخر فيديو ديال الدومينو بدا حيد منه لي لايكس ولي ديسلايكس وسوبريم لي كومونتير باينه باللي بزاف ديال الدراري اللي مشاو كيعايروا مشاو كيديروا ديسلايكات. الدراري لا ما خصكمش ديروا لهاد البلانات. يعني الدري دار شي خطا خاصكم توعيوه وخاصكم تقولوا ليه كيفاش انه ممكن يصلحوه ولكن باش تمشي تعايروا كيبان ليا يوزليس. اخر ميساج للشرويطه ما تبقاش تعاير والديك ولا على الاقل الا تعصبتي تعصبتو كنتي باغي تعاير شي واحد عاير الكلافي ولا عاير السوري ولا عاير اللاك ولا عاير بين كيف ما كنديروا حنا الجيمرز. ولكن والديك لا. المهم الدراري كنتمنى ما تقلقوش من هاد الهضره اللي قلت. والصراحه راه هادشي اللي كاين واحد الحاجه سميتها الراج. هاد الراج كتخليك دير اي حاجه تقول اي حاجه. الدراري كاينين سيرتو الدراري الصغار مطوره فيهم بزاف. يعني فاش كيبغي يراجي راه كيبدا يعاير يسب يصندل يفرقع بنادم يهرس. مالينا هادشي اللي كاين ما تنساوش الدراري ديروا لايك الفيديو تابوناو في لاشين ان شاء الله نقول لكم دابا